دي بدلتك يا زوز. ده فستانك يا برنسيس. زوز انا بموت فيك. ده الفستان اللي شفته في المول. على الله يطمر بس. بحبك. ميرسي يا زوز. مش انا عيل من عيالك زي ما حضرتك كنت بتقول. حسام انت عارف موقفي حساس بحكم وظيفتي وما كنتش اقدر اعمل اي حاجه. لكن لما صدقت الادله وكذبتوني يا باشا. صدقت الفلوس والصندوق وان انا راجل مرتشي وكذبتوني يا باشا. صدقت ظابط ما يسواش تلات تعريفه وسعادتك عارف الكلام ده ما يسواش نجمه من اللي كانوا على كتافي. وكذبتوني انا يا باشا. كذبتوا تاريخي. كدبت عمري اللي كان هيروح 100 مره في 100 ماموريه عشان خاطر البلد. كدبتوا حاجات كتير يا باشا. انا زعلان. ارجوك زعلان يا رفعت بيه ما تقوليش ارجوك انا زعلان. بس الايام دول ما تزعلش مني. الايام دول وحقي هاخده هاخده. أرجوك يا حسام أرجوك بلاش انفعال دلوقتي عشان الجرح اللي عندك. جرح يا ريته كان خلص عليا كنت ارتحت. الجرح ده عمره ما هيلم يا باشا. مش هيلم غير لما اخد حقي. بلغ عمي ان كل حاجه تمام وخليه يحول فلوس من حسابه اللي بره مصر على رقم الحساب دي. حسابه اللي بره مصر؟ والله عشنا وشوفنا ولاد علام عندهم حساب بره مصر. ألف مبروك يا سي علام على وصول البضاعة. الله يبارك فيك يا طاهر. يعني سمعت إن البضاعة وصلت بالسلامة بس يعني ما شفتش ولا حتة سلاح واحدة في مخازن سيدياب. ونخزنوها ليه في مخازن دياب وإحنا عندنا مخازننا؟ براحتك يا سيد الناس براحتك. وبعدين أنت إيه وسيدياب إيه؟ ما أنت واحد. وبعدين مخازن سيدياب موجودة طالما هتدفعوا أرضية. لا أنا مش هندفع أرضية يا طاهر، قلت لك عندنا مخازننا. براحتك يا سيد الناس. إيدك بقى على نسبة سيدياب اللي متفقين عليها. دياب ملوش عندنا نسبة، دياب بيشتغل بأجرة نفر. إزاي الكلام ده؟ إذا كان سيدياب هو السبب في كل الخير اللي أنتوا فيه ده. ده كان زمان يا طاهر. لما دي الوقت إحنا مش عايزينه واصل. يا إما يشتغل عندنا بأجرة نفر يا إما يبعد عنينا، ولو ركب دماغه هنبلغ عنه الحكومة ونخلصوا منه. يعني ده آخر كلام؟ آخر كلام وبلغوا ده. ماشي ماشي يا سيد الناس بالإذن. على السلامة يا طاهر. ألف سلام عليك يا حبيبي. الله يسلمك يا ماما. الحمد لله على سلامتك. انت ليش عمر الشاي باين؟ انت ايه اللي جابك وانت تعبانة؟ ما انا لو ما كنتش كده اطمن عليك كنت هتعب اكتر. انا زي الفل صاغ سليم قدامك يا ماما. الحمد لله يا حبيبي الحمد لله. عرفت مين اللي عمل فيك كده؟ عرفت وحسابه معايا قرب قوي. لا يا حسام بلاش لو سمحت احنا مش مستغنين عنك. ها والنبي يا حسام يا حبيبي الناس دول ما يعرفوش ربنا. انا بقى هعرفه لهم يا ماما ما تقلقيش. انا واخد على التعامل مع الاشكال دي كويس. طمنيني يا شاهين حسام الصغير عامل ايه؟ كبر يا سيدي وبيسنن دلوقتي وكمان ما بينامنيش طول الليل. نفسي اشوفه. اوعدك المره الجايه انه هيكون معايا. لا لا بلاش تجيبيه زور هنا. خليه لما اخرج ان شاء الله ونشبع منه. ادعي لي بس يا حسام ان انت تخرج تلاقيه في حضني لحسن زاهر مصر ياخده مني وما بيزهقش. لا اله الا الله. يا بنتي ما ترجعي له بقى وتريحينا وتريحي نفسك. قول لها يا ابني قول لها ده انا لساني ناشف على الاقل الواد يتربى في وسطيهم. مش هرجع له يا ماما مش هرجع له يا حسام. انت حره دي حياتك وانت حره فيها. طمني عليك اخبار الشغل يا محمد. والله الحمام مش ولا بقى في سلاح كتير قوي داخل البلد ومش عارفين مين وراه. انا عارف. عارف؟ اه عارف. تحب اقول لك؟ مين؟ دياب البطاشة يا محمد. مش شرط يا حسين. لا شرط وانا متاكد من اللي بقوله لك ولو تحب ادلك على اللي يسلمه لك ادلك. والله لو كلامك صح دلني عليه. في واد اسمه طاهر المصطفي شغال في الاداره عندنا في البوفيه ما
متطوع. الواد انا كنت زارعه وسط البطاطش عشان يجيب لي اخبارهم اول باول. وازاي واد مهم زي ده شغال في الاداره ومحدش يعرف حاجه عنه؟ لانه كان عميل سر محدش يعرف عنه حاجه. واول ما القضيه خلصت مهمته خلصت، وبعد اللي حصل لي طبعا محدش يعرف عنه حاجه. هو لسه شغال في بوفيه الاداره؟ هتلاقيه متلقح في البوفيه. انت متاكد انه عمي جالك كده؟ واضح ان قلبه جمد وما بقاش محتاج لنا. بعد ما خلص على البضاعه اللي في مخزنك وكسب من وراها ياما. ما انا قلت لك من الاول يا سيد عمك ده انا مش مطمن له. كنت عارف متاكد انه خسيس وهيستغل زنجتي. اه ابوي لو اقدر اتحصل على الفلوس اللي بره مصر. ايه هو انت يا سيدي الناس عندك فلوس بره مصر؟ فلوس كتير تعبي فدادين بحالها. يا دين النبي فدادين تجي لها كام فدان كده؟ قول ما شاء الله. فايدتها ايه الفلوس وهي مش معايا؟ ماشي يا عمي حسابك معايا جه وقته. اوف صدموا نفسه يا عين امه. هو سندوتش ايه ده يا واد يا وهداء؟ ده جبنه وبسطرمه. جبنه وبسطرمه؟ ده ايه العك ده؟ انا عايز لانشون على بسطرمه. والله عنده حق يزعل سيدياب. ده إلا إلا اللي بيعملوا في بعضهم كده دي. لا تقول قرف عيلة من التني. السلام عليكم. محمد بيه. طاهر المستهلك فين؟ استقال يا باشا بقاله سنة وزيادة ما عادش بيجي هنا تاني. استقال؟ اه يا باشا استقال، ده إيه خدمة؟ طاهر في شغله في مصر وما بيجيش الا في الاجازات. ما انا رحت له مصر قالوا لي مش هناك. تلاقيه في مهمه سريه، اصل طاهر بيها اخويا دي مسؤول كبير جوي جوي في الداخليه. لا والله. ايوه امال ده الداخليه كلها بتعمل له الف حساب. لا والله. وما يقدروا يستغنوا عنه، ده لو غاب عنهم يوم واحد يلوصوا. وبعدين يا باشي انا تحت امر سيادتك، يعني لو عايز منه اي حاجه انا ممكن اتوسط لك عنه. لما يجي دي لوكارت ده خليه يكلمني ضروري. السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد نجيب الهلالي ضابط شرطي. يا سناسوخي انا شكلي عكيت في الكلام وخبطت في الحيلة. وصلتني اخباريه بتؤكد ان في شحنه اسلحه جديده اتهربت من الخارج وجاري توزيعها داخل البلاد، والمطلوب منكم سرعه التحرك، ضبط الجناه، مصادره الشحنه. انا اجتمعت بيكم دلوقتي عشان اعرض خطتي، وبالتالي كل واحد فيكم هيعرف مهمته. محمد نجيب الهلالي ده اخو حسام بيه؟ معرفش، هو ساب لنا علوانه وقال انك لازم تكلمه عشان عايزك. يا ترى ده عايز ايه؟ معرفش. واني بسالك انت يا بهيمه؟ طب ما تكلمه يمكن تعرف. اكلمه؟ يا خبر بفلوس بعد المكالمه يبقى ببلاش. قري يا ولي، قري من قدامي عشان اعرف اكلم الراجل. الو محمد بيه؟ اني طاهر المصطيه. ايوه اني قلت كده والله. طمني يا باشي حسام بيه اخباره ايه؟ ربنا يفك سجنه. اني تحت امرك. اني كده كده نازل مصر الصبح. طب خلاص نتقابل هناك الساعة 6. السلام يا باشا. يا ترى عايز ايه دي؟ عايز اقبض على دياب. دياب؟ واني مالي ومال؟ اني من ساعة اللي حصل لحسام بيه واني ماليش أي دعوة بالشغلانة دي، سبته. يعني ايه يا طه؟ يعني خلاص يا سعادة الباشا، اني دلوقتي بشتغل شغلانة تانية. عايز اقبض على دياب. طب يا باشا يعني اديني شوية وقت وانا هعس، واي حاجة هعرفها حاجة اقولها لك. هتجيب لي المعلومات امتى؟ قول يا رب يا سعادة الباشا. اي معلومة تعرفها تيجي تقول لي على طول يا طه. اوامرك يا باشا.
بقول لك ايه يا فوكس، فك من الكآبة اللي انت فيها دي، بهت علينا. الله، احنا كنا فرفوشي نعنوشي، بقي وقع مني مش عارف اضحك تاني. فيها يا جنرال بقى، نتحزم ونرقص لك فكها دي او هتعدى رجاله، ما تعملوش هم، ناموا انتوا ريحوا بس. مفيش حاجه اسمها نوم واحنا شايفينك كده، ننام ازاي يعني؟ بقول لك ايه، هفكك يعني هفكك، افكك منين؟ بقول لك ايه، اللي زعلك يزعلنا، واللي يفرحك يفرحنا، ولعله خير ان شاء الله. عندك حق، لعله والله. يا رب لعله، يا رب يجي الخير. ربنا ما يحرمنيش منكم رجاله. صحيح الناس معادي ما تعرفهاش الا لما تعاشرها. على راي المثل، تعرف فلان ايوه اعرفه، عاشرته لا ما عاشرتوش تبقى ايه؟ ما تعرفوش. وانا عرفتكم، وحقكم عليا لو حد زعلان مني في حاجه. فك يا فوكس. حاضر يا ريان. يلا رجاله تصبحوا على خير، ريحوا. احكي لي يا دياب، ده انا عمك اخو ابوك. لو كان ابويا عايش كان برك رصاص مسدس في راسك، ودلوقتي هي الوقت نبعثك انت وهو للاخر عشان تسلموا على ابويا واخويا جابر كمان. ما توديش نفسك في داهيه يا دياب. انا اكدي ولا اكدي رايح في داهيه؟ وما تنسوش شيء، اللي واقف حق من الاعدام انتهت على روحكم. انتهت على روحك يا دياب. حد كده كفايه قوي، اخرتك هتبقى الليله ولا يدري. قبل ما تعمل كده اكون طخك بالنار وفرتك بنار غدي، ونسلم جدتك الحكومة واكرموني كمان. ارمي سلاحك يا دياب وخلينا نتفاهموا بالاداب. هجر هجر يا عمي، وانتوا اللي عم تاكلوني لحمة الملعب. هاجر يا ود اخوي. دلوك دلوك افتكرتني ود اخوك. القرابة حاجة وشغل حاجة ثانية يا ود منصور، وانتوا اول من شرع العرف ده، انت وابوك واخوك، فاكر ولا نسيتوا كنتوا بتعملونا كيف؟ طول عمرنا طول عمرنا بنعاملكم اولاد عمنا. انتوا ما كنتوش بتحنوا ربي اصله. احنا ما حصلناش عليكم انفار حد. اسمع يا دياب، لو قتلت واحد منينا مش هتلحق تقتل التاني، الباقي هيخلصوا عليك. خلينا نتفقوا مع بعض اتفاق جديد. وقدامكش غير كده يا ولد اخوي، انت كده اللي خسران، ولو نزلت السلاح يمكن تكسب. نزل يا تمام مسدسك، وانت يا همام. اكده عين العدل، عشان اكده انا مش هقتلك. يكون في علمك يا ود منصور، الماضي خلاص راح واتدفن مع ابوك واخوك، ومن النهارده أكون في نظام جديد. لو عاوز تشتغل معانا هديك أجرة نفر. كيف؟ كيف أنا اللي بجيب البضاعة؟ مش واقفة عليك، في غيرك كتير يتمنوا يوردوا لنا بضاعة ولا الحوجة ليك. هو أنت مش مقدر ضعفك ولا إيه؟ ولا عامل حساب لوضعنا الجديد اللي خلانا أقوى منك؟ هتعيش يا واد منصور، هنسيبك تعيش، بس أوعى تخرج عن طولنا. لو حسينا انك بتلعب بديلك كده ولا كده هنبلغوا عنك الحكومه، فاهم؟ حاضر يا عمي، حاضر يا عيال عمي. اول ما رتبوا للعمليه هبلغكم. اشوف وشك بخير يا باشا. كفارة لعله، ولو انك هتوحشنا صح. انت اللي هتوحشني يا باشا، وربنا يفك سجنك قريب ان شاء الله. قادر يا كريم، لو تشتغلي لما تخرج اي شغلانة قاسمها لي ربنا، ان شاء الله كومبارس في السيما. المهم ان انا خرجت من هنا، وعايزك يا باشا تسامحنا على اي دقة ناقصة عملتها معاك. يسامحك يا لعله، والله العظيم يسامحك من قلبي. السلام يا زميلي. سلام يا بوب. سلام يا حبيبي، هحصلك. هتوحشنا لعله، بس باذن الله خير ان شاء الله. لعله لولا ان انت حبساجي كنت اتمنى تبقى اخويا. هتوحشني. كلنا في الهوا سوا. ايه
لسه ما ماتش. كيف يعني؟ انت ما كانتش حد خلصنا منيه وهو في سجنه؟ وحياتك مرتين، مره فلت منيها والتانيه السلاح بدل ما يجي في قلبه صاب جنبه. والحل دلوقتي ادخل عليها في سجنه؟ اطمن، هنجربه مره ثالثه والثالثه ثابته. ثالثه وربعه وعشر كمان. اقتله يا ابو لغم اقتله. انا قابلت طاهر ووعدني ان هو هيبلغني اي معلومه يعرفها عن دياب. ابوس ايدك يا محمد، انا مش هرتاح ولا يهدى لي بالي لما اشوف دياب ده متعلق في حبل المشنقه. متقلقش، طمني عليك، انت عامل ايه؟ زي ما انت شايف على حطه ايدك اهو، استني الايام تعد واخلص. هانت انا سبت لك فلوس في الامانات عشان لو عاوز تعمل اي حاجه بيها. ازمه وتعدي يا حسين. دياب دي ولدي مدارس وراحت عليه خلاص، وبقي عامل زي الشيخ شيخه في يدنا. كان منى عين تخلصوا عليه. ليش لحكمك ما تترمل زي ما انا ترملت؟ لا يا نجيب، اهو دياب بالذات يا نجيب لازم يعيش. ليه؟ على راس ريشه اياك ولا اغلى من جابر جوزي؟ لا ده كلب ولا يسوى. بس انا افهمك يا نجيبه، دياب دي هو الوحيد اللي عارف طريق الراجل الكبير ومصالحنا في يده. وانت اطمني، أول ما نخلص من العملية اللي جاية هنجيب عليها وطيها ونخلص منه. إيه؟ ربنا يطمنك يا بوي، خليك لي الباقي في حياتك يا دولار. شد حيلك يا دولار، ده أمر ربنا أخويا والله. أنا اللي موتها يا جماعة، أنا اللي موتها أمي. ما تقولش كده يا دولار، مامتك دلوقتي في حتة أحسن من هنا، مامتك في الملكوت مع ربنا. ده عمرها ولكل أجل كتاب. بس أنا لو ما كنتش دخلت السجن ما كانتش ماتت بقهرتها عليا. وحد الله، أنا كل اللي وجعني إنها ماتت وهي زعلانة مني. دولار حافظ الفاتحة، حافظ الفاتحة، اقرا الفاتحه لامك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تقوم يا دي واحده، انت اعمل لنا كوبايتين شاي. ماليش نفس. اعمل كوبايه واحده يا معفن. طاهر. ايوه يا سيد الناس. عاوزك تبلغ عمي اني كلمت الناس اللي برا وخليه يجهز نفسه للعمليه الجديده، وتقول له يحول الفلوس على نفس الحساب اللي حول عليه قبل كده، لانه الشحن حتكون على وصوله ظرف ايام. الله اكبر، هو ده الكلام؟ خلينا بقى نرجع نشتغل زي زمان بدل قعدتنا اللي جايبنا الخساره دي. وعاوزك تتصل على الحكومه وتقول لهم على مكان وزمان العمليه، وتقول لهم انه دياب حيبقى في العمليه كمان، ولما يسالوك عن اسمك تقول لهم فعل خير وتقفل السكه جوا، مفهوم؟ والنعمه الشريفه اني ما فاهم حاجه. كيف؟ يبلغوا عنك وعن بضاعتنا وعن رجالتنا كيف؟ أنا أقول لكم، عاوز الحكومة تكبس عليهم متلبسين، واللي بيفلت منيهم إحنا هنخلصوا عليه، وكده نكون ضربنا عصفورين بحجر. أول هام نخلص من عمي وعياله ومحدش يزحمنا في الشغل، وتاني هام محدش هيطلب تاره منيني، وتالت هام لازم الحكومة تعرف إنه دياب اتقتل في العملية دي. فاهم حاجة يا مصطفي؟ أيوه طبعًا. اتقتل وما اتقتلش، يعني نعمله تمثيليه على الحكومه عشان نقفلوا صفحه دياب ونشتغلوا على نظافه. والله وجات لك على الطبطاب يا طاهر، وبكده تبقى رميت للنقيب محمد علام وولاده عظمه يعضعض فيه، ونفذت وعدك لدياب وثبت حسن نيتك في الناحيتين، ويخللنا الجو واني ودياب ومحدش يقاسمنا في لقمه عيشنا. ساهر. ايوه ماما. ابنك وحشني قوي ونفسي اشوفه. من سمعك بس يا ماما، انا كمان نفسي اخده في حضني واشبع منه. يا ابني اتصرف، اعمل اي حاجه، هاته منها. انت مش محامي وبتفهم في القانون. ماما انا فاهم ان القانون ده هو اللي مسكتني. طب يا ابني ما تحاول تفهمني كده الحكايه دي. انا هفهمك يا بابا،
شهندة دلوقتي من حقها انها تحتفظ بالمولود لحد ما يتم 15 سنة. ياه 15 سنة يا مين يعيش، يبقى انا عمري بقى ما هشوفه ابدا. لا يا ست كل بعد الشر عليك. طب ما تحاول يا ابني تقعد انت وشهندة وتتفاهموا مع بعضيكوا، يمكن توصلوا لحل يريحك ويريحها. دي عنادية ما ينفعش معاها تفاهم ابدا. بس انا بقى هعرف ازاي اجيبه بطريقتي. هو انت مش كلمت السكان بالذوق؟ وما رضيوش. بذمتك في حد عاقل هيسيب شقه زي دي اليومين دول؟ خلاص يبقى مش هينفع معاهم الذوق. ساعتها بقى هم اللي جابوا نفسهم وقطعوا احسن من ناحيته. يعني ايه؟ مش فاهم. هفهمك. احنا بقى هنفضل وراهم لحد ما نزهقهم ونطهقهم ونطفشهم من هنا، تقطع عليهم الميه، ولما يلاقوا نفسهم خلاص هيموتوا جوه شوائهم، هم اللي هيطفشوا يقولوا حقي برقبتي، وهيبيعوا بالسعر اللي انت هتقول عليه. يعني لما اقطع الميه واقفل المحبس مش هيعرفوا يفتحوه تاني؟ محبس ايه اللي انت هتقفله وانت اللي هتفتحه؟ انا اقصد انك تجيب سباك هيحط في المواسير بلك واسمنت ويقفل الميه خالص. ساعتها بقى عايز لهم شهر عبال الميه ما ترجع. في الشهر ده هيعفنوا وينتنوا، ولو صلبطوا اكتر من كده اعتقد ان هيموتوا جوه الشقق. ايه الذكاء ده؟ طب ما احنا كده هننتن معاه. لا البركه فيك انت بقى، تقنع اختك ايمان انها تاخدنا الشهر ده عندها. ما لقيتيش غير ايمان؟ دي بتكره الكره العامه وما اظنش انها هتوافق. هتوافق، لان مش هيهون عليها امها تنتن معانا. يا سلام، هتاخد ماما وتسيبنا لو انت هنا يا حبيبتي ننتن مع بعض. لا ما احنا هنشبط في امك زي القراد، وهنخلي امك هي اللي تقنعها ان احنا نروح معاها. تفتكري بقى ايمان هتوافق؟ هتوافق. عيب عليك، انا لولا وفي كل حاجه بطلع الاولى. مالك يا سيدي؟ تعبان، تعبان قوي يا حكمت. ألف سلام عليك من أي تعب يا غالي. كل الدنيا ضدي، أنا واقف لحالي. ما تقولش كده، أنا معاك وفداك وبقولها لك من قلبي. كان نفسي لما يتولد ولدي وفتح عينيه يلقى ابوه واقف قدام. كان نفسي اربيه وسط فيكم، عاوزين نعيشوا زي الناس يا حكمة. ده مقدر ومكتوب يا سيدي. ما عارفش اعمل ايه، ما عارفش اعمل ايه. لازم انا الاقي حل. مفيش دياب اللي يبقى قليل حيله. قليل الحيلة؟ هو انت لما تتدست من الحكومة تبقى قليل الحيلة؟ طب ده جو، عشان اللي بيقع في يدهم بيبقى ضعيف. بعد شر عنيك. سمعت اللي انا سامعاه ده؟ هو في ودوده بس ما قدرش حد الاصوات. لما تشوفي بعناكي هتعرفي انها بطاله. بطاله؟ تعالي يا حكمت، يا حكمت افتحي، افتحي يا حكمت، افتحي يا حكمت. ايوه حاضر جايه. ها افتحي يا حكمت، افتحي. حاضر جايه. ها فيها ايه يا نجيب؟ مالك يا ولية بتخبطي عليا كده ليه زي المجانين؟ جني لما يركبك. انت عاوزاني اخبط عليكي كافية بنت الاصول؟ ما تخبطيش عليا واصل، انت مالك ومالي؟ مالي ومالك؟ انت عاوزاني اعرف ان في راجل في اوضتك واسكت كمان؟ اخرسي قطع لسانك. قطع لساني ماشي، وداني وهقطعها لك عشان ترتاحي. نجات قولي سمعتيه؟ بصراحة كده يا حكمة انا سمعت صوت ودوة ده بينك وبين حد جوا. حطيتي الجد؟ ده اللي حصل.
ومستنظر جوابك. لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف أجاب الراجل وأنا على ذمة راجل يا ناس؟ ولدي نايم قدامكم أهو. قولي أنت يا ست حكمت. ده صوت الراديو، في مسلسل إذاعي كنت متابعاه كل ليلة. بكفاياكي كدبعات. خبرك إيه يا نجيبة؟ همي لحكمة في حالها. هو أنت بالعافية عاوزاها تبقى خاينة؟ سمعت لوحدي نجاة انطقي. بكفاياكي عاد بقى يا نجيب، قالت لك انه الراجل وصدقتيها يا نجاة؟ وما تصدقنيش ليه؟ عمري قلت حاجه وما طلعتش صح؟ الدور والباقي على معجونه بميه الكد واخره المتمه تتعني في شرفي. يا بوي عليك يا نجيبه، انت كده طول عمرك هتشكي في خلقاتك. لكن لا، لحد كده وكفايه. قسما عظما يا نجيبه يا بنت علام، لو اتكلمتي عليا بالطريقه دي تاني لكنت خاكي بالنار. جت نصيبه تشيلك ما تحطك. يلا اطلع بره، اطلع. سيبيها في حالها عاد. هي حصلت تشكك في شرفها يا نجيبه؟ مش معقول كرهك ليها يوصلك لكده، وبعدين ده موضوع يترفع رقاب. مش انا اللي سمعت بس. نجاة قولي يا نجاة. وخا عليك يا وكلا ناسك، ما قالت لك بتسمع حكاوه في الراديو؟ حكاوه؟ ماشي، بكره نقعد على الحيطه ونسمع الزيطه. ما كفاياكي سمع يا نجيبه من ورا الحيطه. اتقي ربنا يا نجيبه وهمليها عاد. سيب ام منصور في حالها. ماشي ماشي يا حبيبتي، ماشي. بكره الحقيقه تبان يا حبيبتي. اهو انت كده يا باشي عرفت مكان وزمان العمليه. مش ناقص غير ان انتوا تقبضوا عليهم متلبسين ولاد الابلسه دول وتريحونا من شرهم. متاكد من المعلومات دي يا طاهر؟ الا متاكد يا باشي، ده اني طاهر البسطيهي اللي عمره ما قال معلومه وطلعت غلط. حتى اسال حسام بيه ربنا يفك دقته. انت عارف انك جدع يا طاهر. اشمعنى يا باشي؟ يعني عشان عرفت تجيب معلومات مهمه زي دي في وقت قصير زي ده. يا باشي هما مش بيقولوا الشرطة والشعب في خدمة الوطن؟ طبعاً. أهاني بقى في خدمة الشرطة والشعب والوطن في نفس ذات الوقت، يعني ثلاثة في واحد. يا للدرجة دي؟ يا باشي أنا مواطن صالح وعندي استعداد أودي نفسي في داهية عشان خاطر مصر. ومصر مش هتسيبك يا طاهر. ليه يا باشي؟ وأنا عملت لها حاجة؟ سلام يا دولار. خد بالك من نفسك يا مومبيس. والميسي مومبيس. شوفك قريب، ادعمنا. حبيبي. فديت عليا انا وانت ولا ايه؟ انت متأكد ان دياب هيكون حاضر في العملية دي؟ ايوه فانا متأكد. متأكد كمان من مكان وميعاد العملية، وكله موجود في الملف اللي قدام سعادتك. انا قريت الملف وخطتك عجبتني جدا يا محمد. ده مجهود عظيم، ولو معلوماتك كلها صح وقبضنا عليهم هيبقى انتصار للداخليه ان شاء الله يا فندم. بس انا كان ليا طلب عند سعادتك. اتفضل. انا كان نفسي حضرتك تديني الشرف ان انا اقود العمليه دي، وخصوصا ان انا اللي وضع الخطه وعارف مفاتيحها كويس. شوف يا محمد، رغم ان رتبتك صغيره اوعدك لو اداره العمليه توافقت على الخطه انا هديك الفرصه دي. انا متشكر جدا يا فندم، ده جميل عمري ما هنساه لسعادتك. انت بتفكرني بحسام، كان دماغ في رسم الخطط وتنفيذها، وعلى فكره الخطه دي فيها من روحه. انا اسف سعادتك. اتفضل. زي ما بقول لك كده، قاعد في المحل لا بيا ولا عليا، ولا ايه لك المحضر داخل عليا شافت بطنه ومعدي بيقول لي الست ايمان هانم رفع عليك قضيه انها بتطالب بميراث جوزها. ولا تزعل نفسك يا حبيبي، سيبها تخبط راسها في الحيط وتبقى تقابلني لو طالت مليم واحد. ازاي بس يا عفيفة؟ ده الورقة مكتوب فيها انها بتطالب بالميراث عن طريق حاجة اسمها الوصية الواجبة. بسيطة خالص،
روح للمحامي وشوف هيقول لك ايه، واكيد هيلاقي لك الف مخرج. وبعدين يا حبيبي ما انت عارف المحاميين ليهم سككهم. انا قلقان قوي عفيفه، شكلها كده المره دي مستمويه على حقها هي وبنتها. انت هتشيل الهم ليه قبل اوان؟ حط في بطنك بطيخه صيفي، المحاكم حبالها طويل، والنوعيه اللي زي ايمان دي نفسها قصير، اخرتها هتزهق ومش هتقدر تكمل، وان اوحت هددها بايصال الامان. ماشي يا مرات اخويا، وديني وما اعبد، ده لففك على المحاكم ودوخك السبع دخات، وعرفك ان الله حق، وهتشوفي منير هيعمل معاكي ايه. دلوقتي انا شرحت لكم الخطه اللي وضعتها مع سياده اللواء رفعت اخويا. عايز افكركم تاني ان دياب هيبقى في العمليه، يعني لازم نقبض عليه متلبس هو ورجالته. الو، انا ريهام يا محمد. ازي حضرتك يا فندم؟ كلمتك كذا مره من موبايلي، ليه ما بتردش عليا؟ ما خدتش بالي، معلش. محمد والله انا مالي ذنب في موضوع فسخ الخطوبه، بابي هو اللي خد القرار ده لوحده. طب ممكن نتكلم في الموضوع ده بعدين عشان عندي اجتماع. طيب يا حد عنده اي اسئله؟ مرات اخوك على حق يا منير. يعني ايه الكلام ده بقى يا استاذ لطفي؟ يعني من حقها تاخد نصيب جوزها المتوفي من ورث ابوه بما لا يزيد على الثلث بمقتضى الوصيه الواجبه. وصيه واجبه؟ والوصيه الواجبه دي تطلع ايه بقى دي ان شاء الله؟ الوصيه دي للاحفاد اللي ابوهم بيموت وجدهم عايش، ولما بيموت الجد بيبقى ليهم حق برضه في الميراث. طيب يعني مفيش اي مخرج تاني يا استاذ لطفي؟ مخرج ايه؟ مقفوله بالضبه والمفتاح. يا دي النيله، يا دي القرف اللي الواحد عايش فيه. جرياس يا منير، انت اخويا مش ناوي تدفع الايجار المتاخر عليك ولا ايه؟ يا دي الصباح الاسود اللي احنا بنقوله، اصطبحنا واصطبح الملك لله. امرني. اصل ايتك كده اخويا مطنش على الايجار من ساعه الحاج عز الدين الله يرحمه ما مات، قلت اجي لك بنفسي. أمورنا حبيبي، أنا تحت أمرك. الأمر لله، بس أنا سمعت إنك ناوي تغير نشاط المحل وتقلبه كافيه، الكلام ده مظبوط يا منير؟ مالكش فيه، ده محلي وأنا حر فيه. لا يا حبيبي مش حر، وما تقدرش تعمل كده قبل ما تاخد موافقة كتابية مني، عارف ليه يا منير؟ لأن أنا المالك يا أخويا، ولازم نغير العقد كمان بقيمة إيجارية أعلى من الأول. حيلك حيلك، إيه كل ده؟ هو كده. طيب خلاص يا سيدي، ما تزعلش نفسك، ايه رايك بقى انا هقلبه قهوه، واعمل اللي انت عاوزه واعلى ما في خيلك اركبه. كده يا منير؟ ايوه كده يا حبيبي. طيب يا حبيبي، ما تبقاش تزعل مني بقى لما ارفع عليك قضيه واكروشك من المحل. سلام. سلام. اكروشك من المحل. استاذ لطفي، بما انك انت راجل محنك في القانون وفاهم في الحاجات الواجبه اللي مش الواجبه دي، الراجل اللي كان واقف هنا ده كلامه مظبوط؟ كلامه كله على حق. جرى يا لطفي؟ لطفي كده حاف من غير استاذ؟ ما انت خلقتني، انت معايا ولا معاه؟ انا محامي وبتكلم بالقانون. يا راجل بلا قانون بلا زفت. قوم قوم توكل على الله، قوم روح مكتبك، يلا اشوف بطلك وعد وامشي من هنا. يلا انت مفيش قدامك غير انك تماين معاهم بدل ما تتهور وتتعور. يعني انت شايف كده؟ انا شايف كده بدل ما تخسر. اخسر ايه؟ ما انت دخلتك عليا خسرتني الجلد والسقط. قلت لك بقى اشفط بطنك وعدي وامشي من هنا بقى. قوم بقى، انا تعبان منك. قوم. حاف من غير غموس؟ غموس على ايه يا حبيبي؟ على الاستشارات القانونيه اللي انا لسه مديها لك دلوقتي. استشارات قانونيه سودا منيله ب60 زفت على دماغي انا وانت. قوم قوم من هنا، يلا قوم، انا مش فاضي. ولعلمك التوابل دي مش هتاخدها ولا البهارات، اتوكل على الله. يلا انا غلطان اللي جيت لك. اتفضل. شبه ربطة التوم اللي متعلقة في البلكونة. جبت لك كل الورق اللي ناقص والورق اللي يثبت حق معتزف ميراث مامته. تمام كده، كل الورق استوفى، موقفنا القانوني بقى ما فيهوش ولا ثغرة. اهلا وسهلا. اهلا. اهلا ماما. مدام ايمان عميلة عندنا في المكتب. اهلا يا حبيبتي. اهلا وسهلا. اتفضلي اتفضلي. انا اسفة جاية من غير ميعاد. لا ابد، تشرفتي، اتفضلي. مش ده المقدم حسام الهلالي؟ ده حسام اخويا الكبير، انت تعرفيه؟ ده كان زميل معتز جوزي الله يرحمه.
معتز؟ ايوه يا طنط. ايه ده؟ انت مرات معتز الضابط صاحب حسام اخويا؟ ايوه شفتي بقى، انا قلت لك ان انا شفتك قبل كده، احنا جينا فرحك. ايوه صح. يا سبحان الله، الدنيا دي ضيقه قوي. طمنيني عليكي حبيبتي، انت عامله ايه؟ وبنتك عامله ايه؟ انت مش برضه عندك بنت؟ ايوه يا طنط. اسمها ايه يا ايمان؟ اسمها ملك. الله. ملك ما شاء الله، اسم جميل خالص، ربنا يخليها لك. ربنا يخليك يا طنط. طب وحسام عامل ايه دلوقتي؟ يعني الحمد لله راضي بقضاء ربنا. الحمد لله، انا لسه مش فاهمه ازاي ده حصل له. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. حسام اتظلم يا ايمان وكان ضحيه للغدر، بس هو لسه عايش وان شاء الله هيخرج من محنته اقوى من الاول عشان هو على حق. ان شاء الله.